طيب اول خبر معايا النهارده هو خبر لذيذ قوي، وهو ان في 5 مزارعين في اليابان عرفوا ان هم يعملوا طفره غير مسبوقه في الزراعه، وهم عملوا حاجه جديده وهي عباره عن ليمون ميلون، بطيخ بس في حلاوه وريحه وطعم البطيخ مع حموضه خفيفه من الليمون. ايه اللذاذه دي؟ ده خطير. ايه ده جامد قوي. عارفه ده بقى لو اتعمل عصير مع شويه ثلج على فكره في اماكن ده رائع. بتعمله بطيخ بالليمون، ده خطير. في اماكن معينه في مصر بس قليله قوي بيعملوه. هي بقت فاكهه يعني. هو اليابانيين خطير. عملوا هم 5 مزارعين يابانيين بقالهم 5 سنين بيطوروا في النوع ده من البطيخ. انا بقى مش عارفه هو الطريقه ازاي بقى بيحقنوا البطيخ ليمون ولا ايه بالظبط. ثم قعدوا اشتغلوا على الموضوع ده حوالي 5 سنين علشان يوصلوا للنتيجه اللي احنا فيها دلوقتي، وعملوا حاجات كتير قوي في طرق الزراعه واوقات الحصاد بتاع الثمره دي، وشكل الثمره دي هي شبه البطيخ بس مش عليها الخطوط الطوليه اللي هي بتبقى في البطيخ، ومن جوه لونها ابيض. يعني ده الشكل الغريب شويه ليها. ومتوقع ان ال5 مزارعين دول يزرعوا عدد 3800 بذره السنه دي علشان يطلعوا بطيخ الليمون الليمون ميلون اللي هيوصل لنا ان شاء الله. وهو سعره بيتراوح ما بين الثمره الواحده يعني $22. لا كده مش حلو. كده مش عايزينه خلاص. بس هو عشان بس هم 3800 ثمره، لكن لما الموضوع ينتشر ويكتر ويتزرع عندنا هنا وكده، احنا انت عارفه احنا المصريين كل حاجه هنجيبها هنجيبها. طب ما احنا عندنا مش دي زي الكلمنتينا يا جماعه، اللي هي كلمنتينا دي الثمره. كلمنتينا برتقان على استفندي على ليمون. استفندي على برتقان دي الكلمنتينا. هي بتبقى القشره بتاعتها لازقه عليها شويه مش زي اليوسفنديه. بس هي شكلها من بره يوسفنديه، ممكن تفتكريها يوسفنديه وبرتقانيه، بس الكلمنتينا دي زي ميكس بين انت برتقانيه انت برتقانيه ونصر. طيب انا معايا برضو مش هطول عليكي خبر كده لطيف جدا لكل الناس اللي بتحب مبدا البروبوزل، ان هي تروح تتقدم لشريك حياتها بطريقه معينه. البنت يعني بعد ما شاف ودوك كتاب ما خلاص. كان نفسي قوي في الحركه دي. اللي حصل حصل. واموت عارفه بنفسي في الحركه دي قوي. بالظبط كده. مفيش حد قعد لي على نص ركبه. فهو عامه في شركه امريكانيه، الشركه دي اخترعت زي حذاء ممكن يكون جواه خاتم للبروبوزل او التقديم للجواز. بس هو لو عرفتي سعر الحذاء كام هتقولي لي ولا اديهم لي احسن. حذاء لا يعني برضو ما دي مش فكره للبروبوزل يعني، عشان يعني يبقى تمويه ما يبانش يعني. لو حد داخل عليكي بحذاء هتقولي ايه ده، يعني مستحيل يجي في بالك ان ده بروبوزل يعني. ثمن الحذاء ده بيوصل ل 1790 جنيه استرليني. شكرا رقم شكرا كبير بروبوزل. جدا. لا وممكن كمان الخاتم اللي جواه بقى تبدليه بالياقوت اللي انت عايزاه، فيه انت عارفه بقى كام قيراط، نوعه ايه، طب هو اخضر اصفر رمادي، يعني حاجات ليها علاقه قوي بالمجوهرات. فده كان خبر من الاخبار اللي معانا النهارده يا جماعه، ان هو الابتكارات لا تنتهي يعني ما شاء الله. فالشركه الامريكانيه دي اخترعت الحذاء اللي على شكل خاتم ده عشان لو حد عايز يروح يتقدم بطريقه مبتكره شويه. بس يا ستي اخبار لطيفه ظريفه ولعبنا وانبسطنا. خلونا نروح لفاصل سريع عشان نكمل حلقتنا مع ضيوفنا اللذاذ جدا. استنونا.